الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومة، سيدات سيدة الوزيرة، السادة الوزراء المحترمين، سيدات السادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية لمناقشة موضوع ذي أهمية حيوية لبلادنا، ألا وهو موضوع الحماية الاجتماعية وتعميمها. سيد الرئيس، نشكركم أولا لهذا الحضور، وكنا نتمنى أيضا أن يكون وزيرين لأنهم شاركوا، خاصة وزير المالية وأيضا وزير الصحة، لكي نتناقش في بعض التفاصيل لهذا المشروع المهم، فنتمنى أن يكون المانع خيرا. أبدأ سيد الرئيس أولا بالنجاحات التي حققتموها وحققتها بلادنا فيما يتعلق بتدبير الجائحة، والحمد لله القرارات التي اتخذتها الحكومة رغم الأثر ديالها ورغم الصعوبة لبعض، خاصة لبعض الفئات وبعض المهن اللي تحملوها، ولكن الحمد لله الآن نلمس النتائج وأيضا النجاحات فيما يتعلق باللقاح. سيد الرئيس، أنتم قلتم بأنه خاصة وزير المالية على أساس أنه وزير الصناعة، هناك دراسة اللي دارتها الحكومة اللي غادي تجيو فيما يتعلق بالإجراءات لتعويض الفئات المتضررة من هذا الإجراء، كأصحاب المقاهي والمطاعم والمجموعة من التجارات اللي كتكون في الليل بالنسبة لرمضان، نتمنى أن يكون ذلك سريعا. المسألة الثانية وهو فيما يتعلق بهذا المشروع، هذا هو لابد أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على هذه المعطيات اللي زودتنا بها فيما يتعلق بتعميم برنامج الحماية الاجتماعية. وإذا كان المستوى الصحي ونجاعة منظومته من بين أهم المعايير تطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة للمجتمعات، فإن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية تعتبران من الحقوق الأساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن متكافل يتمتع فيه الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم. ولهذه الغاية فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية يجب أن يمثل إحدى أولويات الدولة، عبر توفير عرض صحي أولا من خلال الخريطة الصحية لتيسير الولوج وقد جاءت في كلمتكم، والتكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية والحماية الاجتماعية. دستور سيد الرئيس ينص في الفصل 31 على واحد المجموعة من الحقوق التي يجب أن توفرها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتيسير الولوج، واحد المجموعة من الحقوق الأساسية، ووضع المشرع الدستوري على رأسها الحماية الاجتماعية والعلاج الطبي حتى قبل التعليم والتكوين المهني والتربية على التوابت والهوية المغربية والماء والسكن اللائقي والشغل. والترتيب ديال المشرع الدستوري ليس عبثا، ولكن وضع على رأس هذه الحقوق الأساسية التغطية الصحية والعلاج الطبي. وتتجلى أهمية هذا الورش الكبير من خلال الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لهذا الورش المجتمعي الحيوي من خلال الخطب أو من خلال إشرافه الشخصي على الاتفاقيات، سواء اللي كانت في 2005 في أكادير ديال التغطية الصحية، أو تعميم التغطية ديال الراميد اللي كانت سنة 2012 بالدار البيضاء، أو مؤخرا بفاس على هذه الاتفاقيات ديال الحماية الاجتماعية. وتفعيلا للتوجيهات الملكية تباينت اجتهادات الحكومة السيد الرئيس، فمن تقريبا من 2002 ل 2021 وهذا الورش يتم تنزيله تدريجيا. القانون صدر سنة 2002 في عهد حكومة التناوب حيث تم إصدار المدونة، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2005 في عهد حكومة سي جطو. وقد اختار سي جطو آنذاك التغطية الصحية للأجراء والموظفين، وهذا لا يكلف الدولة الشيء الكثير لأن هناك مساهمة ديال الأجراء وديال الدولة كمشغل. ثم الحكومة ديال السي عباس الفاسي سنة 2008 جابت التجربة ديال الراميد اللي همت 420 ألف مواطن نسمة في جهة تادلة أزيلان. حكومة السي عبد الإله بن كيران
جات بالتعميم ديال التغطية ديال الراميد لحوالي 10 ملايين ديال المواطنين. وبالمناسبة احنا وصلنا ل 16 مليون فاصل 4، وهذا كلف الدولة 10 المليار ديال الدرهم. ثم ايضا جات التغطية الصحية للطلبة كما ذكرتم حوالي 70 ألف، وايضا المصادقة في المجلس الحكومي على القوانين 98 و 99 و 15 اللي عندهم علاقة بالتغطية الصحية والتقاعد للمياه الحرة والمستقلين. وايضا هناك مشروع الذي لا زال يقبع في الغرفة الثانية اللي هو التغطية الصحية للوالدين. لحد الآن لازلنا نطرح التساؤل في خضم هذا التعميم الذي نتحدث عنه ديال التغطية الصحية، علاش الإصرار على عدم إدراج الوالدين كمستفيدين مع الأطفال ديالهم، والعدد ديالهم لا يتجاوز 150 ألف إلى 200 ألف في الوقت اللي رحنا كنتكلموا على 22 مليون، ولكن يتم الإصرار على إقصاء الوالدين لحد الآن وهذا غير مستساغ. وهذا الشيء هذا سيد الرئيس جاء بواحد المجموعة من الإصلاحات الهيكلية اللي باش يمكن نمولوا هذه المشاريع المجتمعية، راه جات من الإصلاح اللي كان ديال صندوق المقاصة واللي كان قاسي، ولكن هو كنشوفوا الآن النتيجة دياله. حكومة ديالكم سيد عثماني جات بواحد تصريح حكومي واللي قالت فيه بأنه غادي يديروا استكمال التغطية الصحية للفئات المستهدفة اللي هما المهن الحرة والمستقلين وتفعيل مقتضيات الخريطة الصحية. الآن سيد رئيس الحكومة جاء الوقت باش خصكم تعطيوا الحساب الشعب، واش هاد التصريح اللي درتوه واش كتفعلوه ولا ما كتفعلوش؟ واحد السيد غاب لمدة 4 سنين وجاء اليوم وعاد بان له، قال لك هاد الحكومه ديال 10 سنين ديال العداله والتنميه ما بنات حتى مستشفى، وهذا اكيد بانه غاب عليه واحد المجموعه من المعطيات، لا الاجتماعيه ولا السياسيه ولا الاقتصاديه ولا التنمويه، ويمكن حتى ديال الحزب ديالو. راه غير دي 4 سنين ممكن شفناه وقيلا شي 3 ولا 4 ديال المرات في هذه القاعه، ولكن جا كيقول لك باللي حتى مستشفى ما دار خلال هاد 12 سنه. 28 مستشفى اللي دار، 28 مستشفى خصو يرجع ويشوف حتى نسبة الاستثمار شحال كانت التنفيذ ديالها. هذه قبل من 10 سنين كانت لا تتجاوز 48% و45% الصيدلية المركزية والاستثمار ديال القطاع. اليوم رحنا وصلنا أكثر من 75%. هاد اللي قال لك مستشفى الجامعية ما كانت واحد، واش طنجة دار ملي كان هذاك السيد كان هضر عليه هو، وأنا ما كان عنيش الهيئة التي ينتمي إليها، ولكن إنسان خصو يضبط المعلومات قبل ما يخرج الوسائل الإعلامية اللي مدفوعة الثمن. قلتوا باللي غادي ترفعوا المناصب المالية، فعلا رفعتوا المناصب 4000 منصب مالي كل سنة غير مسبوق. سيد رئيس الحكومة تا شي حكومة قبلكم ما دارت هذا الشيء، هذا الشيء خصنا نعترفوا به. واش هذه الحكومة دارت ولا ما دارت والو؟ الميزانية ديال الصحة خلال 10 سنين مشات من 10 مليار ل 20 مليار ديال الدرهم، وثلاثة المليار اللي دارت بالنسبة للتغطية ديال الجائحة. قولوا لي شكون هاد الحكومة اللي دارت هاد الشيء؟ هاد الحكومة ما دارت والو. ثم الاستمرارية في صندوق التماسك الاجتماعي اللي اليوم ولا سميتو صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، اللي فيه الراميد وفيه الأرامل وفيه تيسير وفيه المحفظة ديال مليون محفظة. الأرقام تتكلم، ما يمكنش نكذبوا على الشعب. قولوا شحال تنفق في هاد الشيء وشنو دارت هاد الحكومة ومين جاو هاد الموارد في ظروف استثنائية. ذكرتوا بلي 82 مليار اللي ما دخلتوش وغادي تبدلوا مجهود باش ديروا 51 مليار. ثم المصادقة على هاد القوانين هذه، صادق عليها في 2017 وفي ظرف 3 ديال الأسابيع خرجت في الجريدة الرسمية. 2018 خرجتوا جميع المراسم التطبيقية والنصوص التطبيقية ديال هاد المشروع هذا، ولكن اسمحوا لي سيد الرئيس من 2018 والبلوكاج كاين تحت المشروع هذا. وانا هنايا يسمح لي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لان المشاورات طالت لمده 2 سنين ونمشي ونطلبوا العباد الله 13 مرات السميك ونعاودوا نرجعوا ونوقعوا على 4 ديال المرات السميك بعد 2 سنين، علاش ما خليناش الناس تستافد؟ ولهذا هاد الامور هذه بالرغم من ان الحمد لله الامور الان بالتوجيهات ديال صاحب الجلاله امور راها غاديه، ولكن ما يمنعش باش نديروا الملاحظات ديالنا السيد رئيس الحكومه. خلال هذه الحكومه ديالكم سيد الوزير سيد الرئيس جبتوا المساهمه المهنيه الموحده في خلال القانون الماليه، صوتنا على 4 المليار و200 لدعم هذا المشروع هذا مجهود مالي فوق اللي كاين الجائحه.
باش الان ولا هذا واحد 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 المساهمه اللي ما خصناش نساوها. علاش؟ باش غادي نشوفوا هذيك ال100 درهم اللي ولينا كنديروها لهذوك الناس منين جاي، لان كاين الدعم ديال الدوله وهذا غير مسبوق. داكشي اش كنقولوا ملي غادي نجيو كيفاش درنا يعني التنفيذ ديال هذا الشيء بالتدريج، راه هذاك الشيء الاول ما كانش مكلف جدا اذا استدنينا الرميد، والرميد الحكومه ديالكم السيد الرئيس 9 مليار ديال الدرهم. كل شيء بزاف للاخوان اللي كيقول لك فاشل، الرميد ماشي كله فاشل. هاد الناس اللي كيداو بالسرطان سيد الرئيس، كاين اللي كيداو ب 50 مليون بالنسبه للشيميوثيرابي هنا في الرباط، وكذلك واحد المجموعه من المراكز. مين كيتخلص هذاك الشيء تاع الشيميوثيرابي للرميد؟ 0 درهم. والعمليات الجراحيه ولا الراديوثيرابي والسكري واحد المجموعه من الامراض المزمنه، مين كيتامر؟ 600,000 واحد اللي عنده مرض السكري اللي كيداوي بهاد مجانا. والان سيد الرئيس، الوالدين خاصكم تشوفوا كيفاش ديروا تدخلوهم، هذه مسؤوليتكم. وحنايا كنشوفوا مع هذا المجلس المستشارين على وعسى. فيما يتعلق بالبرنامج، لا مجلس مستشارين سيد لا انا اسمحوا لي، ما عندنا ما غادي نديروا مع المجلس المستشارين، ما عرفناش كيفاش غادي نديروا مجلس المستشارين. البرنامج ديال التنزيل ديال هذا الشيء، هناك واحد لاجوندا اللي راها كاينه. سيد الرئيس لقد لفتنا هاد 800,000 مزيان، ولكن بالنسبه للتصريح راكو كديروا التسهيلات. انا كنتكلم على الفئه الثانيه اللي هما الفلاحين والصناع التقليديين. هنا وزير الفلاحه ترنا الانتباه ديالو، قلنا لهم 2017 القطاع ديالكم ما دار والو مع الفلاحين. الفلاح ما يمكنش سيد الوزير سيد الرئيس نقولوا له يوفرنا الامن الغذائي ويوجدنا اللحم ويوجدنا الحليب ويوجدنا كل شيء لرمضان وغير رمضان، وملي يجي يدير التغطيه الصحيه ما عندوش. اقسم لك بالله سيد الرئيس، واحد السيده اللي بغات تبيع القطعه الارضيه ديالها لان عندها سرطان ديال المبيض في هاد شهر رمضان العظيم، لان ما عندهاش التغطيه الصحيه، ولهذا راه عنده من الربع الاول الربع الثاني والربع الثالث لحد الان راه ما دارش حاجه كثيره بالنسبه للفلاحين. ولهذا هذه هي الحمايه الاجتماعيه المؤسساتيه، ماشي توزيع القفاف الانتخابيه اللي غادي يمشيو باش غادي ندخلوا بهم هذه الانتخابات. فيما يتعلق بالتمويل سيد الرئيس، هناك الان كاين مساهمات ديال الدوله بواحد 23 مليار ديال الدولة، وكذلك هوامش ديال المقاصه، ولكن كاين واحد المساله اللي عندها علاقه بالماده 114 ديال القانون 65/00 اللي هو التامين الخاص اللي عنده 3 مليار ديال الدرهم اللي خصو يرجعها للسينسس، راه وارده داخل القانون 65/00 بان جميع التغطيه الصحيه الاساسيه التي تتكلف بها هي المؤسسات العموميه اللي هي السينسس والكنوبس، وماشي التامين الخاص. التامين الخاص الا بغى يمشي يدير التكميلي يدير التكميلي، يجب استرجاع هذيك 3 مليار ديال الدرهم. كتلقاو صعوبه كبيره السيد الرئيس باش تمولوا، وكتمشيو لصندوق المقاصه، وحنا معاكم باش تمشيو للمقاصه، ولكن هادو اولى. سيد الرئيس شكرا. سيد مصطفى شكرا.